إذن بدي أقول عن منطقة الجدون يلي بعدها بتحيي حفلات للزجل اللبناني. فرقتين من جوقة المجد وجوقة المشوار رح يتحدوا، يعني هذه الحفلات والمهرجانات يمكن صرنا نفقدها بلبنان، وهني من التراث اللبناني القديم. قد كنا نشوف على شاشة تلفزيون لبنان كثير من البرامج، وعلى حتى تلفزيون مستقبل ببداياته برامج للزجل. وبرعاية وزارة السياحة بمناسبة عيد الجيش، لجنة إحياء تراث الجدون تدعيكم لأضخم تحدي زجلي بلبنان، جوقة المجد وجوقة المشوار، السبت 28 تموز الساعة 9 المساء بساحة القلعة بجدون. يعني حلو كتير اللي بعد اللي بحب هالتراث هيدا في ينضم لهالمهرجان ويشوف التحدي رح بصير بين هالفرقتين ومهرجان زجلي 100% بامتياز. نحن وياكم طبعا بعد ما شفنا الشيف وبعد ما قطعنا فقراتنا وصلنا للمهم كمان يلي انا بنطره دايما بعالم الصباح، وهي ولادي بالدنيا واليوم، هو عن موضوع الازواج او الازمات الاولى اللي بتهدد الزواج. امتين بتظهر وليه بتظهر؟ يعني هيدا موضوع طبعا بهم. انا بعرف بخبرتي انه ما بعرف ليه بيقولوا على 6 سنين في مشكل، يا بتقطعوا يا ما بتقطعوا، او على 7 وفي على 12 وفي على 20. ما بعرف اذا لها علاقه، مثلا بحطوا معدل العمر رجع بحطوا، يعني وصل لل 30 بعدين وصل لل 40 بعدين وصل لل 50. يعني ان شاء الله بتقطعوا كل الازمات بزواجاتكم وتكون هالمؤسسه دائما ناجحه ومستمره. مع مايا وليدي بالدنيا. يعني انا بقول ليدي بالدنيا بس اليوم موضوعنا بيت بيوت، هي للكبار يعني نهار الجمعه. مزبوط مايا، صباح الخير. صباح النور. ببيت بيوت اليوم رح نحكي عن الازمات اللي بتهدد الازواج. ليه بيقولوا هيدا الشيء انه على 6 7 بعدين على 12 بعدين على 20؟ اذا بتقطعوا هالمشكله الكبيره بتقطعوا كل شيء. منه هيدا المقياس عدد السنوات اكيد. هلا اجمالا يقال يعني على 6 او على 7 او على 10 سنين، بمعنى انه هالزواج بيمرق بكرايز كتير، ودرجة احتمالنا لهالكريز كونجوغال لهالكرايز اللي عم يمرق فيها الزواج والصعوبات قد ايه، بعد سنين معينة بصير في تراكمات بتخف درجة الاحتمال، وبالتالي بصير في خطورة يمكن انه يصير في انفصال بين الطرفين. وبنعرف انه كمان مع ضغوطات الحياة مع المسؤوليات اوقات مع التقدم بالسن، لو ما كان تقدم بالسن بشكل انه الشخص عم بصير مسن، بس اوقات مع تعب الحياة مع تقدم بالسنوات بيمرقوا كمان الزوجين بأزمات جنسية بين بعضهم. الطاقة الجنسية بتخف، أوقات الليبيدو أو الرغبة الجنسية بالآخر بتخف. هاي دول أشياء كل هالأمور عم بتهدد الزواج، وبالتالي من هون بينحكى عن عدد سنوات معينة. الشائع مثل ما أنت عم بتقول، أنا كمان بسمع أنه السنة السادسة أو السنة السابعة خطرين، بتبقى خطرة بيقولوا. أكيد هيدا أبدا منه مقياس. إذا في خطورة على الزواج، هالخطورة رح تبين من أول سنة ومن أول شهر. يعني كل الأسباب إلى حلول ولا في أوقات لازم يجب اللجوء إلى الانفصال؟ أكيد مش كل الأسباب إلى حلول. نعم. أكيد يعني في كتير أسباب ما إلى حلول. في أسباب خاصة الأسباب اللي بتتعلق بالخيانة. نعم. وبالخيانة المتواصلة، بس يصير في مسامحة بين الطرفين، وحتى لو سامح الطرف الآخر بيرجع طرف من طرفين كمان بيقوم بالخيانة مرة تانية ومرة تالتة. هون ما بيقعد في مجال للحلول. في أسباب تانية بتتعلق بأسباب مرضية، يعني إدمان على الكحول عند أحد الطرفين، إدمان على المخدرات، تعنيف بالبيت، كل هيدا القضايا. وفي سبب كتير أساسي جوزيف ما منضوي عليه وما منحكي عليه دايما عنه، منفكر دايما بهالأسباب الكبيرة اللي عم نحكي عنها. هو بكل بساطة عدم نضوج طرف من الطرفين وعدم استعداده لتحمل مسؤولية، لأنه الزواج فيه مسؤولية، وبالتالي إذا طرف من الطرفين مش قادر يتحملها لهيدا المسؤولية، كيف بده يستمر الزواج؟ طيب في كتير منلاقي ومعارف أوقات شخصية وأوقات نسمع انه 2 كابلز متفقين يستمروا مع بعض كرمال الاولاد. هلا الاولاد افضل الاستمراريه تحت سقف واحد اذا كان في اتفاق ورواق وبدون مشاكل، ولا الانفصال هو الافضل؟ هيدا قرار بيرجع للطرفين. اللي انا بقدر هون اقوله كنصيحه انه وقتها بدنا ناخذ هالقرار، اول شيء حسب السبب، يعني يلي يعني العامل الاساسي اللي بده يؤدي للانفصال. اوقات لو في 4 اولاد و5 اولاد اذا كان العامل الاساسي ضروري جدا، ما بيقدروا يضلوا عايشين سوا، وما بيقدروا يقوموا بهالتضحيه، ما بيقدروا يوصلوا لقرار انه خلينا سوا مثل الاغراب، بس خلينا اصدقاء كرمال الاولاد، فكانوا الاولاد وصلوا يمكن لعمر معين. فالامور بتتعلق بالسبب، بس كله كمان بيتعلق بدور الطرفين داخل العيله. يعني بتشوف اوقات انه دور الاب
بيكون جدا فعال داخل العائلة وهو عنصر أساسي بالبيت، الأب أو الأم، بس عم بحكي عن الأب لأنه الأم بطبيعة الحال بما أنها هي بتحضر الأكل وبتدرس ولادها، إذا الأب عم ينشغل لليل هون الأم بتكون متورطة أكثر تربويا، بس يكونوا موجودين بنفس البيت. نعم. إذا دور الأب أساسا كان فعال القرار بيصير أصعب، لأنه بيصير الولاد في صعوبة عليهم يتقبلوا أنه الأب ما بقى رح يكون موجود بالبيت، إذا كان الأب هو اللي ما بقى رح يكون موجود والأم رح تاخد الحضانة بأعمار صغيرة. من هون منقول أنه وقتها بيكونوا عم يلعبوا أساسا هن دورين كتير كتير فعالين هالدورين بحياة الولاد، إذا بيقدروا أكيد إذا أعمار الولاد بعدها بالأعمار اللي بده يصير فيه تمثل بالأب، يلي هالتريانجل هالمثلث الأوديبي كتير ضروري بعمر بحياة ولادنا، إذا قدروا يوصلوا لاتفاق إنه يضلوا سوا تكانوا شوي الولاد كبروا بيكون أفضل للولاد. وإنما بحالات فيها جدل مستمر، خناقات مستمرة، صريخ بالبيت، تعنيف جسدي أو غير جسدي، مش بس صريخ يعني جو توتر دائم، جو ضغط نفسي، كل واحد عم يقعد بغرفة ما عم نتحمل حكي بعضنا، يعني عم كل حدا منا بيصير الغضب عند الآخر قدام الأولاد، أكيد بهذه الحالة بيكون أفضل الانفصال. نعم. لأنه أفضل أنه الأولاد يعيشوا مع شخص واحد ويترددوا عند الشخص الآخر مما أنه يعيشوا بهذه الأجواء وبخوف مستمر. نعم. أنه أرجع من المدرسة ملاقي ماما أو أرجع من المدرسة ملاقي بابا بحالة قلق مستمر. إذا كانوا متفقين يعيشوا مع بعض بجو رايق بس هني منفصلين فعليا، يعني هل الأولاد لازم يعرفوا الحقيقة ولا لا؟ بأعمار صغيرة أكيد لا، أكيد لا، بأعمار التينيجر قبل التينيجر الأولاد أساسا رح يلاحظوا ومبلش. نعم. نوضح لهم. نعم. مبلش نوضح لهم، وهن الكابلز اللي بياخدوا هيدا القرار جوزيف هن بمعظمهم بيكونوا بحالة انتظار، يعني ناطرين لحتى الأولاد يبلغوا عمر معين لحتى ينفصلوا. أوقات المود في اللايف ستايل أو طريقة العيش هي المشكلة، بتكون كل واحد عنده راس مختلف عن التاني واهتمامات تختلف عن الآخر. هيدي من أولى أزمات الزواج اللي أنت هلأ عم تتفضل وعم تحكي عنها. أزمات الزواج أوقات بيكون الأزمات الجنسية، يعني ما بقى في تواصل جنسي وما في علاقة جنسية بين الاثنين. شو يعني شو اللي السبب الأخطر أو الأفظع للانفصال؟ أوكي، هلأ هول أسباب يعني سببين مختلفين كليا يعني اللي عم نحكي عنهم. السبب اللي تفضلت وقلت عنه يلي هو هالستايل هاللايف ستايل المختلف اللي هنفوت فيه شوي أكتر، يلي هو خلينا نقول أنه رجل معتاد تقريبا كل ليلة أو عدد معين من المرات أسبوعيا يظهر بالليل لو ما كان في خيانة، وإنما يكون في خروج من المنزل لساعات طويلة، يمكن بحب يشوف أصحابه، يمكن بحب يلعب ورق، يمكن بحب ينفس عن ضغط النهار، وإنما هالزوجة عندها انزعاج من هالشي وحكيته كذا مرة وما عم يمشي الحال. هون هذا هو اللايف ستايل. أوقات السيدة كمان بس يكون الزوج عم بيطالبها أنه تكون موجودة أكثر بالبيت، أو بس يكون الزوج عم بيطالبها أنه تزوجنا بعدك عايشة عند أهلك، أنه بفضل أنه تكون متواجدة بالبيت، أنه بضيعك بلاقيك عند أهلك، بتجي من الشغل بتروحي عند أهلك، نهار الأحد لازم تكوني مع أهلك، أو إذا ظهرنا مشوار لازم تاخدي حدا من أهلك. كمان هيدا لايف ستايل غلط، هيدا غير أنه بيدخل فيه التعلق المرضي بالأهل أكيد. نعم. وما قدرنا نكون كوبلو كوردون نقص حبل السرة مثل ما بيقولوا، وإنما كمان هيدا كمان لايف ستايل معين كمان بيرفضه الزوج. اوقات يعني اللايف ستايل مش بس موجود عند الرجال. نعم. ممكن حتى موجود عند النساء يكون. انا كتير بعرف. نعم. حالات انه النساء كمان بيكونوا منشغلات بامور الزوج بلاقيها ما لها اولويه. نعم. يعني يمكن صبحيات كل يوم، يمكن ظهرات بلاقيها ما لها معنى. هون هيدا سبب من هيدول من اولى ازمات الزواج، لانه بيكون في اقدام على خطوه الزواج مع فكره يعني اشياء معينه نحن منتظرينها، يعني كل طرف او طرف على الاقل بيكون منتظر انه اجي لقي انه يلا حاضرين دينر قاعدين بسلام، يعني عم نحضر تيفي. كل واحد متوقع بيكون حياه مختلفه عن الاخر وبيلاقوا. نعم. هالمسافه بين اللي انا توقعته وبين اللي عم شوفه على الارض اول كلاش بتصير، خاصه اذا تم التوجه لطرف من الطرفين ومش. نعم. قبلان يغير. نعم. يعني هالجمله الشهيره اللي منشوفها انا هيك شو عم باخذ. نعم. من دربك او شو عم باخذ من دربك، شو فيها؟ ما انا مش عم بظهر من حد مع حدا، لو انا عم بظهر مع حدا كنا قلنا، بس انا يعني عم لازم نقرب وجهه النظر وكل واحد يتنازل عن بعض الامور بحياته. بس حضرتك ذكرتي من شوي انه معود يظهر مع اصحابه كل يوم حتى لو ما في خيانه، مزبوط. طيب وكمان بالزواج انا بالكنيسه بسمعوا بيقولوا انه، وكمان اكيد موجوده عند كل الديانات، انه واتركا بينكما فسحه امل. فسحه جوزيف؟ طيب ما فسحه، يعني فسحه شيء
هذا اللي عم بحكي. اوكي فسحه بس انه كل انسان مش ملعب يعني. اوكي اذا انسان معود ومربى بطريقه وعنده يعني كل واحد عنده عقده بالحياه وكل واحد عنده مكتسب قصص من المدرسه من حواليه من تربيته باهله وتربيه اللي حواليه ومجتمعه الى اخره، ما فينا نهرب منه هودي الامور. طب احسن نخرب البيت وانه ولا انه نكبر عقلتنا ونترك هالفسحه اذا ما فيها خير. هيدي منا اسباب كافيه للانفصال اللي نحن هلا حكينا عنه، وانما الشخص الاخر مما كان سيد او رجل هو بده يعرف حدوده بالنهايه، هو بده يعرف حدوده بمعنى احساس بالمسؤوليه، منه احساس بينفرض علينا. المسؤوليه هي شغله نحن منتعلمها وانما منعيش معها فولونتير، يعني نحن منختارها ومنحب انه نعملها. هالرجل اللي عم يرجع على بيته بوقت معين حتى لو راح شاف اصحابه وانما عارف يحط حدود وعم يرجع على بيته، اذا راجع معصب وزعلان ولا عم برجع لانه بدي اكل عيطه، مش هيدا المطلوب. المطلوب يكون عم يرجع لانه هو اشتاق يرجع، هو اشتاق يكون حد زوجته، نايم حد زوجته، هو اشتاق يشوف الاولاد، هو اشتاق يغطي الاولاد، اشتاق يحضر شيء معهم، ياكل بوب كورن، يحضر موفي. فالمسؤوليه منا شغله سهله، المسؤوليه يعني مزبوط منتعلمها ومنا سهله، بس بنفس الوقت منحبها لهيدا المسؤوليه، عرفت كيف؟ وانما هيدا منا اكيد الاسباب الرئيسيه. هلا ما بعرف اذا بعد عنا وقت نحكي عن الاسباب الجنسيه، لانه الاسباب الجنسيه كثير ضروريه بالزواج، وهي كمان هلا ليك قبل ما نوصل للاسباب الجنسيه لو ما لحقنا اليوم، احدى الازمات الاساسيه بالزواج عند ولاده اول مولود. هيدي نقطة فاصلة بالزواج. ليه بيتغير مع تغير تكوين المرأة يعني؟ من عدة نواحي. أول شيء أكيد مع تغير تكوين المرأة بعض الرجال بيصير عندهم صعوبة لفترة معينة إنه يتقبلوا الشكل الآخر للزوجة، وأوقات بيصير عندهم نقص بالرغبة الجنسية وأنه ما بيكون عندهم الجرأة إنه يقولوا للزوجة إنه أنا ترى عندي نقص بالرغبة الجنسية لأنه تغير جسمك أو لأنه تغيرت أو إلى آخره. فإذا هيدا سبب. هلأ الطفل بحد ذاته بيخلق مسافة بين اثنين، يعني بحد ذاته الطفل هون كتير نظريات بعلم النفس حكيت عن الغيرة من الرجل من الأب، غيرة من طفله يعني عم يجي ياخد مكان الأب. بيعمل بيبي بلوز كمان يعني؟ ما بيعمل بيبي بلوز، عم يجي بياخد مكان الأب خاصة وأنه بتوعى بالليل الأم بتعتني فيه اعتناء معين حصري لإله لهالطفل، فحتى عم ياخد مكانه معك جسديا وعم ياخد مكانه عم ياخد مكانه جسديا معك وعم ياخد مكانه معك بالغرفة هيك، يعني بيصير فيه هالاعتقادات هيدي اللي هي بتكون بتنتمي لللاوعي، مش كلها اعتقادات واعية عند الرجل. بلس انه عند ولادة اول مولود بتجي قصة انه ما عليه جيبينا يمي حدنا او لا لازم نربيه هيك، او ليش خليتي يبكي هالقد، او انت ليه عم تتصرف هيك، انت ليه عم تتصرف هيك، بصير في تباعد بوجهات النظر بما يخص المولود. كتار الكابلز يلي بخبرونا عن مشاكل جديه بتصير بيناتهم بيقولوا من اول ما خلق هالولد بلشت المشاكل بيناتنا، لانه في هالجيرانس هالمانجمنت للولد وللتاش او للتاسك انه نحن صرنا اهل، بده يكون مانجمنت كومن بين اثنين، بده يكون مانجمنت مشترك بين اثنين. اذا كل واحد عم يعمل مانجمنت اداره تربويه على حسابه مثل ما هو بده، بده يصير في كلاش بالنهايه بمطرح بمكان معين. ما كان عندنا وقت اليوم انه نحكي عن الامور الجنسيه اللي هي جدا ضروريه ولا انه نعطي ارشادات واضحه مثل ما بنعمل عاده، وانما المشاهدين صاروا يعرفوا وقت بنعرض المشكله صاروا قادرين يستنتجوا انه التفاهم والتفاهم والتفاهم. بس دايما يعني معلش اسمحوا لي انا ما مني ابدا يعني عم دافع عن الرجال، ولكن الاغلب الاحيان ينوضع الحق على الرجل. هل لانه بمجتمع شرقي وللرجل متاح اكثر ينقال انه عنه غلطان اكثر من المراه حتى ما انه يتداول صيته واسمه بين العالم بالغلط؟ ليك جوزيف عن جد مش بالضروره، بالعكس الامراه كمان عم نحط الاخطاء عليها، وانما يمكن شريحه الرجال يلي هي عندها اخطاء وتعنيف بالمنزل بشكل خاص يمكن هون عم بيصير الظلم على الرجال. يعني صارت صوره الرجل يعني صوره الرجل انه هالرجل اللي ممكن يعنف اكثر من المراه، عرفت كيف؟ فصرنا عم نظلم الرجال بطبيعته البيولوجيه يعني لانه هو انا المسيطر انا القوي وانا الشرقي للاسف. مزبوط. يعني ان شاء الله لا ان شاء الله انه نوصل لانه نلغي هيدا. انا دائما بحكي عن الموضوع مدافعه عن الرجال، بس اهم انه نظبط الوضع ونظبط انه حسن، وخاصه وضع الاب بالبيت. يعني انا بالنسبه لي في يعطي الحنان والاهتمام مثله مثل الام نفس الشيء بنفس الطريقه.
ثانك يو ثانك يو جزاف. الحمد لله وفقتيني. الحمد لله الحمد لله. مدري شو صاير اليوم كارلا ومايا لا اثنين مع بعض ضابطه معك. اذا احنا وياكم بنشوف مايا يوم الاثنين وقت اتصالتكم مباشره على رقم الواتساب 03010533. تتواصلوا معنا اكتبوا لنا اي اقتراح اي سؤال ونجاوبكم عليه ضمن فقراتنا يوم الاثنين. خلينا ناخذ بريك وبعدها بنعود مع ضيوفنا. ما تروحوا لمطرح.